الجواد عليه السلام: إن الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمامة بعده في ابنه الحسن، أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. ثم سكت، فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى عليه السلام بكاء شديدا ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. فقيل له: يا ابن رسول الله، ولم سمي القائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقيل له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون، ويستهزئ بذكره الجاحدون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون.